تحقيق العالم الخفي أرواح وأشباح أولاد ما مع تفاصيل عوالم مدهشة هو من التحقيقات الاستقصائية اللي انبنت على المعلومة من مصادر متعددة وعن تجارب في الواقع المعاش. الظاهرة دي فيها اختلاف كبير جدا. هنالك من يقول أن الريح الأحمر ما هو إلا مرض نفسي، وهنالك من يجزم بأن الريح الأحمر ما هو إلا مص شيطاني، وكل له رأيه ومعطياته. من خلال البحث الاستقصائي اللي أنا أجريته ومن خلال الوقائع المعايش اللي أنا شاهدتها لحالات مختلفة جدا، الرأي الأقرب هو أنه هو عبارة عن مص شيطاني بيصيب النساء. الريح الأحمر يأتي عن طريق العين، لأنه بتفسير العين بتنقسم إلى قسمين، عين مغرونة بالإعجاب وأخرى مغرونة بالحسد. فالرأي الأرجح إنه العين المغرونة بالإعجاب هي تأتي دائما بالريح الأحمر، والريح الأحمر ده بينقسم إلى 99 قبيلة، كل قبيلة عندها طقسة بيميزها عن الأخرى وتفاصيل أشياء دقيقة جدا، إضافة لأنه هو يتطبع بطباع الشخصية يدافع عنها وينتقم لها. يعني الهدف من هذا التحقيق إنه هو تبصرة المجتمع بهذه الظاهرة أو بهذا الابتلاء بمعنى صح، باعتبار إنه الريح الأحمر يعني يمثل خطر داهم جدا على الأسرة، يعني يساهم في تفكيك الأسرة، يساهم في ارتفاع حالات الطلاق، يساهم في الضغط الاقتصادي باعتبار إنه هو يعني منهك اقتصاديا من خلال الطلبات المتعددة. خطورته إنه إذا أنت حاولت إنك تتعايش معه، يعني ربما تعيش معه في سلام إلى حين، لكن بتبقى المسألة هي منهكة. يعني إذا أنت ما لبيت طلباته فهو بيحاول دائما يا إما مرض الشخص المتلبسه، يا إما حاول الانتقام منك عطل حياتك يعني. وأما إذا قمت أنت عكسته هنا تبقى المصيبة أكبر. علاج ذاته من حسب واقع التجارب أنا عايشتها إنه هو بياخد لزمن طويل جدا، لأنه هو من الجن اللي عاشق للجسد، ومن الصعوبة والمكان إنه يتنازل عن هذا العشق وعن هذا الحب. وده دائما بيقودنا لأنه دائما الإنسان لابد إنه يلتزم بالتحصينات الشرعية الموجودة، وإنه يحسن نفسه ويؤمن نفسه، وخاصة في عالم الفتيات. يعني عالم النساء هو عالم يحتشد بهذه الظاهرة، خاصة المتبرجات، لأنه هذا الريح هو متعشق للجسد ويتخذ من الجسد مسكن له، ومجرد دخول الريح في جسم الإنسان بتظهر عدة أمراض سواء كان على المستوى العضوي أو على المستوى النفسي، وتأثيره كبير جدا على الإنسان.